بضع ثوان معدودة وحدها كانت كفيلة بإثارة غضب العراقيين واستفزاز رجال الدين وتهكم البعض الآخر. هذه المرة قصتنا عن إحدى المقابر العراقية. قد تتذكرون معي حادثة تشغيل الأغاني والموسيقى الغريبة داخل إحدى المقابر العراقية. اليوم تكرر الحدث نفسه لكن بصورة أخرى، فبدلاً من تشغيل الأغاني عبر مكبرات الصوت في المقبرة كان هناك بث لبرنامج رياضي إذاعي وهو يستضيف محللين رياضيين على الهواء مباشرة، وصادف أنه قد سمع صوته داخل هذه المقبرة كما سنشاهد في مقطع الفيديو الآن. هؤلاء الشباب وإذن لابد لنا أن نستضيف شخصية ضمن هذا الاتصال وضمن هذا الاختصاص، فكان يعني مقرر أن نلتقي بالأخ أو الأستاذ كاظم كامل مدير رياضة الشباب النجف الأشرف. يعني بربكم سماعة للقرآن تطلع للإذاعة تسولف، أدري هاي اللي سمعك بالمقبرة رحمة على أمك، صديق كذي بيوم أغاني يوم إذاعة ماكو يشترى زين باكر شو راح تطلعون. الفيديو هذا كان متداولا منذ أيام في السوشيال ميديا وكل من شاهده راودته عدة تساؤلات كثيرة. ما الذي يجري داخل هذه المقبرة؟ أين هي حرمة الميت؟ ومن المسؤول عما يحدث؟ وهل ما تبثه مكبرات الصوت الخاصة بالمقابر من دون رقابة أم أن هناك عطل فني أصاب ذاكرة سماعات المقابر مثلا؟ دعونا ننتقل بكم إلى منصات التواصل الاجتماعي ونتعرف على ردود أفعال الناشطين في المنصة وكيف علقوا على هذه الحادثة التي تكررت لأكثر من مرة، مرة داخل مقبرة ومرة أخرى كانت أيضا داخل مسجد ربما كان في أربيل، وهذه المرة داخل هذه المقبرة. لنشاهد ردود الأفعال الواردة ونبدأها مع عباس. يقول والله مهزلة وسخافة، هاي استخفاف بالموتى، وين محافظ النجف؟ وين الأئمة والشيوخ؟ وين أصحاب المقابر أو على الأقل حراس المقبرة؟ ومن مسؤول عن هيك فضيحة؟ صدق كذب؟ إيش بيكم يا العراقيين؟ حتى الأموات ما خلصوا منكم؟ أيضا هناك تعليق من سيد علي الغرابي يقول ترى مسألة طبيعية، يمكن صار عندهم خلل فني بالمكبرات الصوتية. هناك أيضا من جواد غالب تعليق هاي بيها موجات راديو تلتقط من تصفن تسحب خارجي، ويضحك. وأكو احتمال ثاني، ممكن الأصوات اللي جاي نسمعها متركبة أي مو صحيحة، واللي يقول قبل سووها أي معاك، بس كل شيء لازم نتوقع. أيضا هناك تعليق من سارة الجناحي، أكو ناس تعبانة تجي وتغير الرام وتخلي هيك سوالف بمكانهم. قبل كم يوم هكروا الإذاعة وشغلوا أليسة بالمكبرة، وقبلها شغلوا أغاني وبقت يومين تشتغل وما حد إجا طفاها. شو نقول غير الله يهديكم، احترموا الميت، اليوم أنت حي باكر أنت بصفة متمدد، فتخيل وبعد أنت وضميرك. هناك تعليق آخر من مجيد الحسيني، ليش الموتى مو يقولون يسمعون؟ خليهم يسمعون أخبار رياضية، بلكي يدعون لكم أو يدعون عليكم ما أدري. واللي سوى هاي الدقة وهكر السماعة شنو تخيلت؟ المرحوم شار رياضي؟ استغفر الله، تحجون الأخرس بالزور.